نناقش هذا الكتاب Flying Saucers Have Landed لاسمند ليزلي وجورج أدامسكي، وأيضا يعني راح نقرأ جزء كيف تم اللقاء. نتناولنا يعني بعض الحلقات أنه هو التقى بكائن كوني من كوكب الزهرة اسمه أرثون، يعني مركبة كونية من كوكب الزهرة هبطت في جزء من صحراء كولورادو، وجورج دامسكي التقى ب يعني كائن من كوكب الزهرة، فهذه صورة اشتهرت حقيقة. فإحنا حنقرأ من الكتاب هذا اللقاء، يعني هو يصفه جورج أدامسكي، وإحنا عندنا أيضا يعني نقرأ من نسخة الكيندل. أوكي يلا. يقول: After taking three pictures with the brownie, I just stood there for a few minutes looking around and with the Kodak still in my hand. هنا الآن هو أخذ أيضا ثلاثة صور إضافية ووقف يتأمل الطبيعة، يتأمل الصحراء، المكان. يقول: I was somewhat awed by being so close to a saucer and I wondered if whatever or whoever was in it knew I was photographing it. فهنا بدأ يرى شخص ومركبة كونية، تمام؟ هاي المرحلة الأولى، هو ما بيعرف مين هذا الشخص، وأيضا بدأ يفكر يعني مع نفسه، يقول: هل ممكن أن هذا الشخص يعرف أنه أنا ألتقط صور أو أصور؟ يقول هنا: I had a feeling that they did. I only wished I could have seen the one who was operating that beautiful craft and could have had a chance to talk to him. Maybe he would let me look inside. يقول: وأتاني الجواب وأتاني شعور أنه هذا الشخص، أو حتى هو يقولها بالجمع، كأنهم يعرفون أنه أنا أصورهم. ويقول: كنت أتمنى أو أريد أنه يعني أنا أكون بداخل المركبة وأتعرف مين الموجود بالمركبة. Suddenly my reverie was broken as my attention was called to a man standing at the entrance of a ravine between two low hills about a quarter of a mile away. فالآن يقول يعني انتباهه الآن بدأ يركز حول هذا الشخص، وهذا واقف بين تلين على بعد ربع ميل منه. He was motioning to me to come to him. وكان يؤشر، هذا الشخص كان يؤشر لجورج دامسكي أنه يقول له تعال. And I wondered who he was and where he had come from. وكنت أتساءل من هذا الشخص ومن أين أتى. يقول: I was sure he hadn't been there before. ويقول: أنا كنت متأكد أن هذا الشخص لم يكن سابقا موجود بهذا المكان. Nor had he walked past me from the road. ولم يمر من طريق معين، ها؟ يعني لم يمر من أمامي. He couldn't have come from the side of the mountains on which we are. ولم يأتي من خلال أحد جوانب الجبال التي إحنا موجودين فيها. And I wondered how he had crossed over and descended any part of the without me having noticed him. هو كان مستغرب، يعني يقول كيف هذا موجود هنا بهالمعنى تقريبا، كيف أتى، من أين أتى. A prospector perhaps. بدأ يفكر جورج دامسكي، يقول ممكن هذا prospector. Prospector معناها الباحث عن القطع المعدنية، أو الذي يلتقط القطع المعدنية، ها؟ Or
someone living among these mountains, or maybe شخص يعيش ضمن هذه الجبال. I had thought no one would be within miles of this spot when I chose it. ويقول أتتني فكرة أنه يعني مش موجود شخص يعيش بهذه المنطقة أصلا بهذا المكان. Or could he be a rock hound؟ أو هل هو ممكن يكون جيولوجي يعني مهتم بعلوم الأرض؟ Stranded away out here، وظهر أتى هنا يعني بسبب عمله بحوثه. But why was he motioning to me unless he needed help؟ ولماذا يؤشر علي أنه يقول تعال ممكن يحتاج مساعدة؟ So I started towards him. بدأ جورج أدامسكي يتمشى باتجاهه. نستمر. Mentally questioning in a minor way, but still feeling the exaltation of my recent experience. وهو يتقدم باتجاهه وتأتيه أفكار مختلفة لكن معها فرح كبير لا يوصف. يقول As I approached him, a strange feeling came upon me and I became cautious. كل ما وصلت باتجاهه بدأت مشاعر غريبة ممكن يعني يعيشها هو. At the same time I looked round to reassure myself that we were both in full sight of my companions. ويقول كلما تقدم باتجاهه كنت أيضا أريد أن أتأكد أنه منظرنا أو الحالة أو الوضع يرى من قبل أصدقائي. فهو بالمناسبة هي بالقصة أصدقائه كانوا أيضا من على بعد يعني يراقبون ما يجري حقيقة، لأن هو ذاهب يعني هو ذهب إلى هذه المنطقة مع أصدقائه. هذا بالكتاب يذكر يعني هو كيف يعني مع أصدقائه، نعم ذهبوا مجموعة أقصد. فإحنا أتينا هيك من هاي النقطة يعني نقطة اللقاء بينه وبين الكائن الكوني من كوكب الزهرة. يقول outwardly there was no reason for this feeling for the man looked like any other man. كأنه شخص يعني يبدو مثلنا نحن الجنس البشري. And I could see he was somewhat smaller than I. بدأت ألاحظ أنه هو أقصر مني. And considerably younger. وأيضا يعيش شباب، قوة الشباب، صحة الشباب، فكر الشباب. There were only two outstanding differences that I noticed as I neared him. هناك فقط فرقين أنا اكتشفتهم عندما اقتربت منهم. يقول His trousers weren't like mine. They were in style much like sky trousers. And with a passing thought, I wondered why he wore such out here on the desert. ملابسه مختلفة. يقول كأنها إكي بتاع السكاي تراوزرز هذه مختلفة عن يعني هو حتى بالصحراء. يقول هو كيف يعني هذا الشخص يرتدي مثل هذه الملابس. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يقول his hair was long. شعره طويل reaching to his shoulders and was blowing in the wind as was mine. وشعره يتطاير هيكي بهذا المعنى يعني بسبب وجود الرياح. But this wasn't too strange for I have seen a number of men who wore their hair almost that long. يقول هذا ليس غريب فأنا كنت أشاهد أو التقيت بأيضا عدد من الرجال هذا بالسابق في حياتي يعني لديهم هذا النوع من الشعر الطويل. أنا هنا أوكي. يقول although I didn't understand the strange feeling that persisted it was however a friendly feeling towards the smiling young man standing there waiting for me to reach him. ولم يكن يعرف يعني ما هو هذا الشعور الغريب الذي يعيشه هو، لكن مع كل هذا هو يشعر يعني من الداخل بفرح بهدوء بل معنى تقريبا. فهو استمر يتقدم باتجاهه بدون خوف.
suddenly وفجأة as though a veil was removed from my mind. The feeling of caution left me so completely that I was no longer aware of my friends or whether they were observing me as they had been told to do. وفجأة المخاوف كلها اختفت راحت وحتى ولم يعد يركز على أصدقائه. تلاحظون؟ يقول he took four steps towards me. الكائن الكوني الآن تقدم أربع خطوات باتجاهه bringing us within arm's length for each other. والمسافة بينهم الآن مسافة يد تقريبا. أوكي أو ذراع، مسافة ذراع. Now for the first time I fully realized that I was in the presence of a man from space. يقول ولأول مرة عرفت أحسست فهمت أنه أنا ألتقي بكائن كوني من الفضاء أو كائن من الفضاء. A human being from another world. كائن بشري لكن من عالم آخر. I hadn't seen his ship as I was walking towards him. لم أكن أرى المركبة الكونية أثناء وأنا أتقدم باتجاهه. Nor did I look around for it now. يعني لم أنتبه إلى وجودها. I didn't even think for his ship. ولم أفكر بالمركبة، موجودة مش موجودة لم يفكر بهذا. And I was so stunned by this sudden realization that I was speechless. My mind seemed to temporarily stop functioning. يقول يعني هو وصل اقترب الآن وهو وجد نفسه بدون أي كلام. يقول حتى كأنه عقلي توقف عن التفكير أو العمل. The beauty of his form surpassed anything I had ever seen. يعني الجمال الذي يخرج منه لم أشاهد مثل يعني هكذا طاقة جميلة في كل حياتي مثلها. يقول and the pleasantness of his face وابتسامة على وجهه وفرح في وجهه freed me of all thoughts of my personal self. يقول حررتني من كل اعتقاداتي حول نفسي. I felt like a little child in the presence of one with great wisdom and much love. وشعرت كأنني أنا الطفل الصغير موجود مع شخص يعيش حكمة عظيمة وحب كبير. يقول and I became very humble within myself. وبدأت أعيش التواضع مع نفسي. For from him was radiating a feeling of infinite understanding and kindness. ومن أعماق هذا الكائن مشاعر الفهم الأبدي والعطف الأبدي وتواضع عظيم supreme humility. يقول to break this spell that had so overtaking me. هذا الشعور لكي أوقفه. And I'm sure he recognized it for what it was. وأنا متأكد هو عرف هذا الحالة التي جورج دمسكي يعيشها. And I'm sure أكرر هنا he recognized it for what it was. He extended his hand in a gesture towards shaking hands. ويريد أن يصافحني تقريبا بهالمعنى. يقول I responded in our customary manner. وأنا أيضا لبيت هذا النداء المصافحة لكن بطريقتنا البشرية يقصد. But he rejected this with a smile. فهو جورج دمسكي مد يده بالمصافحة البشرية لكن الكائن الكوني رفض هذا النوع من المصافحة لكن رفضها بابتسامة. يقول هنا and a slight shake of his head. رفض أيضا عن طريق أومأ برأسه أو حرك رأسه. Instead of grasping hands as we on earth do, he placed the palm of his hand against the palm of my hand, just touching it, but not too firmly.
I took this to be the sign of friendship. فهم لم يتصافحوا مثل الحضارة البشرية، وإنما راحت اليد، نقول هكذا، راحت يد الاثنين في تماس كتعبير للصداقة. يقول هنا the flesh of his hand to the touch of mine، هو هذا التلاصق يد بيد، was like a baby's very delicate in texture، يعني حتى تماس يده كأنه، يعني كأنه نعومة يد الطفل بهالمعنى. But firm and warm، لكنها بقوة ممكن وبحرارة بدفء. يلا خلينا نمشي فيها الآن. الآن نقول تصافحوا وتعرفوا. أوكي، هنا يصف، يقول يعني حول هذا الكائن، يقول he was about 5 feet 6 inches in height and weighed according to our standards about 135 pounds. شوي نمشي فيها الآن. يقول هنا he was round faced with an extremely high forehead, large but calm، وجهه في هدوء. يصف شعره، يصف ملابسه هنا، تمام؟ نمشي فيها. هنا يقول he wore no ring، ما يرتدي أي حلقة أو ساعة أو أي شيء آخر. And I saw nothing to indicate nor did I have a feeling that he had a weapon، ما عنده أي سلاح أو شيء من الأمر هذا. يقول هنا وفجأة بدأت أعرف الزمن يمشي. And I was getting no information by just looking at him، ولم أسلم أي معلومات، فقط أنظر إليه. وسألته، I asked him where he came from، تمام؟ فبدأ يسأله، قال له من أين أنت؟ He didn't seem to understand my words، وكأنه يبدو ما لم يفهم اللغة بتاعتي. So I asked him again، سألته مرة أخرى. But his only response was a slight shake of the head and an almost apologetic expression. يعتذر، كأنه هو مش فاهم اللغة، لم يفهمها. على العموم هو هنا بس أريد يعني نوضحها باختصار. فبعدها جورج أدمسكي نظر إلى الشمس ورسم دائرة، تمام؟ يعني بالتعابير جورج أدمسكي الآن ينظر إلى الشمس وأعطى موقع، يعني الشمس وكوكب آخر وكوكب آخر، تمام؟ اللي هو أولا الشمس، يعني رسم جورج أدمسكي رسم الشمس وبعدها عطارد، والكائن يرى باتجاه السماء لأنه جورج أدمسكي يؤشر. ف يعني هو هذا أقصد الملخص، احنا نقول وبالتالي الكائن الكوني عرف السؤال فوضح الكائن الكوني بتحريك اليد وبالتليباثي، عفوا بتحريك أعتقد رأسه وبالتليباثي، إنه من كوكب الزهرة بهذا المعنى، يعني تمام، يعني هم اتصلوا بالتليباثي من أجل، يعني جورج دمسكي يعرف هذا الكائن من أي كوكب أتى، فبعدها عرف أنه من كوكب الزهرة. فتلاحظون هنا يقول I took this to mean that the second planet was his home. So I asked you mean you came from Venus? This was the third time I had spoken the word Venus. فتكلم جورج دمسكي للمرة الثالثة بكلمة فينوس in relation to the second planet. And he nodded his head in the affirmative وأومأ برأسه، يعني بمعنى نعم. Then he too spoke the word Venus، وتكلم الكائن الكوني وقال كلمة Venus. His voice was slightly higher pitched than an adult man، حتى صوته فيه رفع
أعلى، تمام، رفع تقريبا هيك نقول. His tonal quality was more that of a young man، يعني حدة الصوت حتى أكثر من نقول بدرجة الرجل الشاب. هالمعنى يعني. الآن يسأله جورج أدامسكي، هو هذا المهم نريد أن نصل هنا، يعني يسأله أنه لماذا هو يأتي إلى الأرض، فسأل الكائن لماذا تأتي، Why are you coming to earth؟ فهو هنا يعني بالكتاب بهذه الأسطر يوضح أنه هو آتي بنوايا الصداقة، ووضح لجورج أدامسكي بهذه السطور يعني بدون أن نقرأها أنه هناك التلوث اللي يحدث من الراديشن، لأنه هو هذا بوقت بالخمسينيات، ويعني هو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تمام، تجارب الأسلحة النووية. فهو قال الكائن الكوني أنه هذا يؤثر على الأرض ويؤثر أيضا على كوكبنا، فهي هاي الرسالة حقيقة اللي الكائن الكوني يريد أن يوصلها لشعوب الأرض. وحتى يعني هو بالكتاب يذكر أنه الكائن الكوني بدأ يوضح بيديه ها التلوث الراديشن وكيف يصعد يعني للكواكب الأخرى، بل حتى كيف هذا الراديشن يؤثر على الأرض. فهو أتى للتنبيه وللتوضيح، فهو هذا المعنى أقصد بدون أن ممكن يعني نمشي فيها نقرأها. You see؟ هو هذا المعنى تقريبا، فهي هذه حقيقة غرض الزيارة. أي إحنا قلنا يعني، وأريد أيضا أن أقول مرة أخرى أنه بعد الحرب العالمية الثانية كثير من المركبات الكونية وكثير من الكائنات الكونية اتصلت أقصد بشعوب الأرض يعني بالحضارة البشرية، ووضحت هذا الأمر الراديشن، لأن هذا يعني هم اجتمعوا أقصد الكونيون خلينا نقول اجتمعوا وتناقشوا، ولهذا هي الظهورات ازدادت بكثرة بعد الحرب العالمية الثانية، وأوصلوا الرسالة أنه هذه الإشعاعات النووية تسمى راديشن، الأسلحة النووية تؤثر على الأرض وتؤثر أيضا على الكواكب الأخرى، فهي يحسبون لها يعني حسابات كثيرة حقيقة. أي فأكرر، هو هذا غرض الزيارة. فهذا هو تقريبا الملخص شباب من لقاء جورج أدامسكي، تمام، بالكائن الكوني من كوكب الزهرة اسمه أرثون في زيارته إلى الأرض. بعد هاي المناقشة أريد أوضح شيء مهم، كوكب الزهرة مش بعيد، هاي الكواكب جدا قريبة حقيقة، وأنا وضحت يعني فيديو آخر أو نقاش آخر وأريد أوضحه مرة أخرى أنه أنا هاي نظريتي وأنا أصر على هاي النظرية حقيقة. أقول التالي، أن هاي كواكبنا يعني هاي الأرض، هناك أرضيات وأرضنا مسطحة، خلينا نقول بهالمعنى، هاي الأرضيات متجاورة، تمام، على شكل صفوف، وهنا تجدون خلينا نقول هذا نقول الصف الأول، هذا الصف الثاني، وهذه تجدوها كلها كواكب، المريخ، نعم، كوكب الزهرة، والأعلى نبتون وأورانوس، هكذا. أي أنا أقول لكم هو تكون متراصة مسطحة وكثيرة، وضمن هذه الكواكب هناك الشموس أيضا كثيرة. وأنا أيضا أجبت أنه يعني كيف يتم
هذه الشموس هي نجوم. أنا أجبت أقصد سابقا فيديو أنه هذه الشموس التي هي نجوم، مكرر معلش، هذه تستلم أيضا طاقة حرارية، أو خلينا نقول طاقة، من الشموس الأعلى منها بمستوى أعلى. أنا وضحت هذا معلش يعني؟ يعني هذه أيضا بمستوى آخر شموس أخرى تغذي المستويات التي هي الأسفل منها. يعني هاي متمسك فيها النظرية، هذا هو فضاؤنا الحقيقي. طيب، وفوق هذه النجوم، خلينا نستمر، فوق هذه النجوم ماذا نجد؟ أيضا شموس أخرى بس بمستويات أعلى غير منظورة. من نقول شموس يعني طاقة مغذية أثيرية تغذي هذه. هكذا، وهذه تغذي هذه، وهذه تغذي ها الكواكب. فهي غيرت الخريطة، قالوا أعتقد ماذا قالوا؟ قالوا 8 كواكب أو 9 كواكب وشمس واحدة. خطأ هذا الموديل، هذا الموديل مو حقيقي. لا 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 أبدا، هاي الخريطة العادية، الموديل انه شمس واحدة وحولها تدور الكواكب. لا، هاي خاطئة جدا جدا اصلا. الشموس موجودة بكل مكان، احنا بالارض 100 شمس لدينا حقيقة، وهذه ال100 شمس تغذي المريخ وتغذي نبتون، ونعم هي هكذا منتشرة، تسمى الطاقة الصفرية. اكتبها الطاقة الصفرية. الطاقة الصفرية، ولهذا تجدون السفر الكوني متاح للكل. ليش؟ لأنه ما فيه مسافة، ما هو هذا كله مرتبط. نعم، هم يعرفوها هاي المعادلات الكونية، الكائنات الكونية تعرفها، يعني عندهم ها الستار جيتس، لأن الأرض هي مرتبطة بالمريخ، والأرض مرتبطة بزحل، والأرض نعم، والأرض مرتبطة بالقمر، والأرض مرتبطة بالزهرة. فلديهم السفر الكوني أيضا. بهذه المناسبة خلينا نستمر فيها بهذا الكتاب، هذا كتاب آخر جدا مهم، هذا نعرضه لكم. ترومان بثروم، احنا تحدثنا حول يعني قصة ترومان بثروم، التقى بشعوب كائنات كونية من كوكب كلاريون. ترومان بثروم أيضا القصة بال50ينيات، فالتقى بقائدة بالمركبة الكونية، تقول له القائدة، قالت الكواكب الأخرى، أما قالت كل الكواكب أو أغلب الكواكب يسافرون سفر كوني. تقول له هذا بالكتاب، تقول له ما عدا الأرض تعيش أقل تطور، وتقول له أيضا أريد استمر أنه السفر الكوني أمر مش صعب، مو صعب أبدا، لكن أيضا توضح له شيء مهم بالكتاب. تقول على الإنسان أولا أن يعيش الحب حتى هم يعلمونه، لاحظوا يعلمونه التكنولوجيات، انتبهوا يعني حتى يدرسون هاي التكنولوجيات اللي عندهم. يجب ان الانسان بالارض يعيش بوعي الحب مثلهم، ما هو هاي التكنولوجيات، تمام، هاي التكنولوجيات هم ما حيعطوها الانسان والانسان يعيش الايجابيه والسلبيه، ما هو هذه حيخربها بهالمعنى، وهي حتدخل فيها الانانيه، تدخل فيها الطمع، تدخل فيها التجاره. اي طبعا، فهي التكنولوجيات بتاعتهم هم جدا حذرين، هم يريدون يشاركون التكنولوجيات لكن ما يعطوها إلا إذا
يتأكدون ويعرفون أن الإنسان يكون مستعد أن يعمل الموازنة، الحب، الحكمة والتكنولوجيا. مش أنه التكنولوجيا هي الأول والإنسان ما عنده حكمة، هاي ما تمشي عندهم، ما تمشي ما تمشي. فهي تقول له عندما يعني الشعوب، شعوبنا بالأرض عندما تعيش الحب حيتعلم الإنسان كيف يسافر، يعني مثلنا تقريبا بهذا المعنى أو بالمركبة الكونية. بس هي تقول له السفر بالمركبات الكونية هذا موجود عند الكائنات الأخرى أو الكواكب الأخرى ما عدا الأرض، وتقول له تضيف فقط أكرر أنه الأرض تعيش أقل تطور، بس أيضا تقول له أنه إحنا عندما نعيش الحب، أكرر معلش لو تسمحوا لي، عندما نعيش الحب ونعيش السلام، الكل بالأرض يعيش الحب ويعيش السلام، الكل مثلهم نكون. فتنفتح المعلومات التكنولوجية الكونية، لأن هم حيكونون بمأمن، يعني هم حيعرفون مين الذي يقود المركبة الكونية. وهذه أيضا تفكر بمصير الكون، بمصير الكواكب. فهي عندما تشارك المعلومات التكنولوجية الكونية، فالذي يستلمها، الذي يشتغل بها، وهذا لازم يعيش الحب، تمام؟ هم يريدون هذا الأمر. يعني الحياة الكونية مبنية على الحب والسلام، هذا مهم، هم هكذا يريدون. وإحنا عدنا الآن، يعني عدنا هذا النهوض الروحي، وأني أريد أقول لكم أنه الحضارة البشرية نجحت حقيقة وراح ترتفع بالسنتين القادمتين. نعم، تغيرات عظيمة بالأرض، تغيرات إيجابية عظيمة، الحب، السلام، ويبدأ الإنسان يعيش مرحلة كونية عظيمة، يشارك الكائنات الكونية أيضا في بناء الأكوان، بناء السلام، بناء المحبة، وهكذا. إحنا نريد نضيف يعني النقاش مهم حول هاي الكواكب. أريد أن أقول لكم هي ماكو مجموعة شمسية، الموجود أكوان من الطاقة، الموجود مستويات مختلفة من الطاقة. يعني الكوكب هذا مش كوكب نقول يعني كاسم خطأ، كوكب حتى اسم كوكب، شنو كوكب؟ طاقة. وهذه الطاقة فيك وحولك، هاي التسميات ضعيفة محدودة، يعني المجموعة الشمسية، كوكب الأرض، كوكب المريخ، لا لا لا، الأكوان كلها أكوان طاقية. أي فهو ماذا أنت سؤالك أو نقاشك؟ أعتقد قلتي عندك سفرات كونية، ماذا رأيتي؟ نعم أستاذ، مرات كنت لما أسافر خارج الأرض أي كنت بقول يعني ما بعد المجموعة الشمسية، أقصد في المنطقة دي أي هي الكواكب المتعارف عليها، لا في كواكب أكتر بكتير بكتير جدا، أي كلها قريبة من بعض أها very good، أي متصلة، ومتصلة معا وقريبة، صح؟ لكن أنا أريد أن أوضح، ممكن شخص يقرأ كتاب جورج أدامسكي، لأن هو يذكر يعني أعتقد شوفوا بأحد كتب جورج أدامسكي يخبروه أن المجموعة الشمسية 12 كوكب، يعني الكائنات الكونية أو كائنات كوكب الزهرة تخبره أنه المجموعة الشمسية 12 كوكب. فأنا أعتقد هم يجيبون يعني بمصطلحات المجموعة الشمسية و12 كوكب، ها، والشمس والأرض بمقدار ما نحن ها في ذلك الوقت فاهمين حول ما يسمى بالنظام الشمسي. لأن هو الكائن الكوني إذا يأتي إلى جورج أدامسكي ويقول له ما فيه مجموعة شمسية، وهذا كيف حينقلها للناس جورج أدامسكي؟ أنت جاي تلاحظين الفكرة معايا؟ فهم كأنه يعني يريدون الكائنات الكونية يريدون أن يتماشون مع الذي كمصطلحات ما طرح من يعني هاي المصطلحات، كوكب، مجموعة شمسية. بس أنا باعتقادي، هذا اعتقادي الشخصي،
هي لا 12 كوكب ولا 20 كوكب ولا 100 كوكب، هي أكثر. وهو حتى كوكب فينوس هم مش عندهم اسمه فينوس، هم ما عندهم هذا. بس هو عندما يأتي إلى جورج أدامسكي، جورج أدامسكي يعرف اسم الكوكب فينوس، فهذا أيضا يقول له فينوس حتى يماشي المصطلح. يعني أنت عندما تسافر مثلا إلى كوكب الزهرة، أنت عندك هذا الاسم، بس هم هل عندهم نفس الاسم؟ ما أعتقد، ما أعتقد. بس هم ممكن يعرفون أنه إحنا التسميات، يعني ها يعني هم يعرفون، أكرر، أنه التسميات اللي عندنا نقول هذا فينوس وهذا زحل وهذا نبتون، بس هم عندهم، لاحظوا، هم عندهم خرائط أخرى. باعتقادي الشخصي مرة أخرى، هم ما عندهم خريطة النظام الشمسي مثلنا، لا، ما عندهم شمس واحدة أبدا، يعني ما عندهم هاي الخريطة، لا، هاي ما تمشي أصلا. هاي الخريطة يعني شمس واحدة وثمانية وتسعة كواكب حولها تدور، هاي خاطئة، لأنه المركبات الكونية كيف حت تمشي بهاي السرعة العظيمة، وكيف حتنتقل بهالخريطة؟ ما تمشي، ما تمشي هذه، لا هي ولا الجاذبية، حتى الجاذبية خاطئة، على أساس أنه الكواكب تجذبها الشمس، لا لا لا، حتى حجم الشمس صغير أصلا، مو بهذا الكبر، لا، كله خاطئ هذا، كل هذا خاطئ الذي أعطي من أجل تحديد الإنسان. يقولون يا إنسان أنت اترك الأكوان، أنت عندك هاي الأرض الصغيرة وتنجذب باتجاه الشمس. هم أعطوا الخريطة الصغيرة من أجل أن يبقى الإنسان محدود، هي هاي كل القصة. ربطوها بعدها بالدين، يعني أقصد الدين على إلحاد على داروين على مجموعة شمسية، ما هو المعنى؟ طيب ما هو هذا ما فيه سفر كوني بمعنى، يو سي، اي فين السفر الكوني بهالخريطة؟ ما هو أعطوا هاي الخريطة ومعها قالوا الأكوان كلها نيازك، و يعني هذا اللي أنتم تعرفوه تسمعوه كله خاطئ، لا فيه هاي النيازك ولا فيه شهب، كل هذه النيازك والشهب هاي مركبات كونية. انظر إلى السماء، النجوم، النجوم أما تجدها كائن كوني، نعم، أو مركبة كونية، حقيقة أغلب النجوم هكذا. الأرض هذا كائن، أكوان الطاقة هكذا. أنت أيضا قلتي بسفراتك الكونية، قلتي أم في حلم، ما أعرف، قلتي أنه وجدت نفسك، يعني مش هو هذا المنظور الكروي ومجموعة شمسية، قلتي أنه يعني عرفتي أنه الأكوان عبارة عن كواكب وشموس، هيك قلتي؟ إيه؟ نعم أستاذ، قبل فترة طويلة إيه؟ تقريبا 2 سنين نعم، كنت سافرت سفر كوني في الحلم، ايه شعرت أنا فعلا روحي محلقة هناك، نعم فوجدت إن الأرض هي عبارة عن طاقة موجية صح، مسطحة نوعا ما، يعني ما فيش ايه النظام الكروي ده مش موجود أبدا، ولا الخريطة اللي احنا اعتدنا عليها دي خاطئة تماما لا تعبر عن الحقيقة. ابدا، ايه ايه طاقة الأرض كانت جميلة جدا حتى وفيها حياة، ايه وكانت الشمس عبارة عن طاقة ضوئية مضيئة صح، باتجاه، يعني بتنور للأرض، بتنور أيضا للكواكب اللي حواليها، اي وأيضا شفت القمر وكان مضيء لكن الضوء بتاعه صغير، اي يعني شعرت بالدفء هناك، يعني كأني وسط طاقات عظيمة جنبي، يعني ما فيش حاجة اسمها فراغ أو فضاء يعني. يعني هو أنت عندما أريد أن أقول، عندما مثلا شخص يسافر خارج الأرض ماذا يجد؟ تجدون مئات الآلاف من الكواكب والشموس والنجوم، الكون المصفوفي، يعني صفوف، وكله هذا الكون كله كائنات، يعني كائنات كوكب الزهرة والمريخ، وأصعد أصعد أصعد أصعد، وترددات مختلفة،
هو هذا النظام الكوني. ممكن أريد أن نرجع يعني للكتاب أو كتب جورج أدامسكي، فأعتقد هو أحد الكتب يخبروه كائنات كوكب الزهرة أنه النظام الشمسي 12 كوكب. أنا باعتقادي لماذا أخبروه 12 كوكب؟ حتى هم يماشون النظرية المطروحة. أنا باعتقادي هي مش 12 كوكب، ما فيه نظام شمسي، هو الموجود مئات الآلاف من الكواكب والشموس والنجوم وملايين من الكائنات تؤسس حضارات، لكن هم قالوا له هكذا من أجل أن يماشون النظرة أو التسمية الموجودة بالأرض، لأنه إذا يقولون لهم ما فيه نظام شمسي و يعني حياتنا الكونية نحن موجودين في كواكب و يعني مئات الآلاف من الكواكب. طيب جورج أدامسكي ما هو هذا عنده صحافة وعنده لقاءات وعنده ممكن ناس يعني هم لا يرون النظرة الكونية، طيب هذا كيف يأتي يقول للصحافة يقول ما فيه نظام شمسي؟ فهم أعتقد الكائنات الكونية يأتون بصورة تدريجية، لكن عندما تنكشف المعلومات أكثر وأكثر فالإنسان يكتشف أنه الذي أخبروه يعني النظام الشمسي وهاي الكواكب 8 9 خاطئة، يعني تشكيلة هذا النظام خاطئ جدا. النظام الكوني نظام باقي مؤسس من نجوم شموس كواكب وتعيش مئات البلايين من الكائنات قريبة من عندنا بالمناسبة، متراصة متلاصقة الكواكب مع بعضها، وكل كوكب يرسل يستلم طاقة، هذه حياتنا. والكون كون هادئ، كون سلام، كون محبة، هذا هو النظام الكوني. هناك شيء مدهش بهذا الكتاب، هذا الكتاب جدا مهم، نريد نضيف هذا. ما هو انتبهوا الآن شبابنا. طيب هذا كوكب على موجود على الجانب الآخر من القمر، طيب إذا كم كوكب موجود مجاور إلى كلاريون؟ أها، وكم كوكب مجاور إلى كوكب الزهرة؟ وكم كوكب مجاور إلى كوكب المريخ؟ أنا أقول لكم مئات الآلاف من هذه الكواكب موجودة واحدة بجنب الآخر، وكلها فيها حضارة. وحتى قبل التسجيل ناقشنا مثلا قلنا إذا تذهب إلى نبتون ماذا تجد؟ تجد كائنات كونية وعدهم شموس مثلنا تماما بالأرض، تماما مو شمس واحدة، شموس. اذهب إلى زحل نفس الشيء عندهم شموس، اذهب إلى المريخ شموس، وما عندهم ليل، ما عندهم ليل كما طالبة أضافت، يعني هاي إضافتها صح جدا. أنا قلت الزهرة ما عندهم ليل، مش موجود، حتى المريخ أعتقد ما عندهم ليل، نبتون ما عندهم ليل. إيه، مو هاي طاقة، طاقة تغلف الكوكب بالضوء. نريد أن نضيف إضافة، هو التقى بالقاعدة الكونية بهذا الكتاب، تذكر له حول المريخ، يعني أيضا موجودة فيه كائنات وحضارة، وتقول له شيء مهم، تقول أنه المريخ مكان لصناعة التكنولوجيات الكونية، هذا بالكتاب تذكره، وتقول له أنه مركباتهم الكونية شعوب كوكب كلاريون، المركبات الكونية تصنع بالمريخ. هاي الإضافة من هذا الكتاب، هل تلاحظون؟ إذن لدينا كواكب فيها مصانع حقيقة لبناء التكنولوجيا الكونية. أيضا تخبره بالمناسبة القمر هو محطة ترانزيت، هذا أيضا بالكتاب، يعني هم مثلا كيف يأتون إلى الأرض؟ ممكن عن طريق القمر، يعني هي أقصد محطة، محطة ترانزيت، تمام بالإنجليزي؟ ترانزيت القمر، ترانزيت يكون لكثير من المركبات الكونية،
وأيضا ممكن فيه مصانع نفس الشيء، فيه ممكن مصانع، أو حتى فيه ممكن مصانع لتصليح المركبات الكونية موجود ممكن. أي أيضا نشارككم مصدر مهم، هناك كتاب آخر، لأنه إحنا جاي نكتشف يعني هي مرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات إلى الآن، كثير من الكائنات الكونية بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا بدأوا باتصالات واسعة مع الحضارة البشرية. فهذا الكتاب يعني هو المؤلف أو اللي عاش القصة هو تأثر بجورج أدامسكي، هذا يقوله مقدمة الكتاب، يعني هو تأثر بقصة جورج أدامسكي، وحتى يقول أهدي هذا الكتاب، أعتقد هكذا، أهدي هذا الكتاب إلى جورج أدامسكي. A message from our brothers of the planets Pluto and Jupiter. لاحظوا رسالة هو يحملها من الأخوة اللي يعيشون بكواكب بلوتو وجوبيتر، المشتري وكوكب بلوتو. You see؟ فالكائنات الكونية نبتون، بلوتو، جوبيتر، المشتري، المريخ، عطارد، الزهرة يتصلون، يتصلون معنا باستمرار. هذا المصدر الآخر. أي.